ورشة عمل اليوم التي قدمتها في إطار برنامج كومس في المنتدى الاتصال الحكومي تحدثت عن مهارات القائم بالاتصال في البيئة الرقمية. حاولت من خلالها أن أعطي الحاضرين والمتدربين في الورشة مجموعة مهارات تحدثت عليها الدراسات العلمية وحتى التوجيهات العملية في هذا المجال، وهي مهارات البيئة الرقمية بكل ما تتطلبه من الناحية ناحية المهارات الأساسية وناحية المهارات المتوسطة. المهارات الأساسية اللي هي استخدام الكمبيوترات، البرامج الكمبيوترية، المعدات التي تشملها، وبعض الأشياء المرتبطة بها. المهارات المتوسطة وهي مهارات النشر المكتبي، مهارات إيصال المعلومة العلمية إلى المتلقي. ما الذي ستضيف هذه الورشة للطلبة؟ هي تهيئ المتلقين لسوق العمل ومتطلبات سوق العمل في هذه البيئة إن شاء الله.